مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هي داينستي؟ ما هي ميزات DYN؟ ما هي داينستي؟ تهدف داينستي إلى إحداث ثورة في الأسواق المالية والعقارية باستخدام DYN، وهو رمز مقاوم للمضاربة، لا يمكن أن تقدمه إلا عملة افتراضية من هذا النوع. مرحبا بكم في العصر الجديد للسوق المالي الرقمي. ما هي ميزات DYN؟ تم إنشاء داينستي في عام 2016. تعمل داينستي على ربط العالمين الرقمي والحقيقي، مما يسمح للاستثمارات والمعاملات بالتدفق بحرية عبر الحدود من خلال رمز ERC20 المرتبط بالعقارات. DYN هو رمز دفع يتمتع بقبول عالمي ومرجع في سوق العقارات. تعتبر العملة المشفرة فريدة من نوعها، من حيث أنها تجمع بين مزايا كل من عالم التشفير والعقارات، وتستوعب مجموعة واسعة من المعاملات المالية والقيمة المخزنة. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفاً لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.